أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق التوفيق يوم الأربعاء معاكم قناة المواشي اليوم يوم 31/7/2024 وتعالوا نشوف العجميات البقر العشر واللي تحت العشر. صباح الفل يا معلمي. صباح العسل. في عشر وفي تحت العشر؟ لا كل عشر. كل عشر. اللهم صل عليك يا نبي. عرف المشاهد باسمك ومكانك. أحمد ماهر الصعيدي نكلة العنب يا باشا. المعلم أحمد ماهر الصعيدي نكلة العنب يا جماعة وتجار نكلة العنب تبع تي البارود بحيرة. بسم الله ما شاء الله. نبتدي بالاولانيه دي اللي هنبدا معاكم العشره ثلاث. الله اكبر. العشر ثلاثة يا جماعه بسم الله. 47.5 47,500. عشره اربعه. عشره اربعه ب 49. ب 49 بسم الله ما شاء الله. عشره خمس. عشر خمس ب 48.5. 48.5. عشره ثلاثه نضاف. عشر ثلاثة نضاف. كله لبان ولا في حاجة؟ كله لبان ياب. عشر ثلاثة نضاف ده عاملة كام؟ بسبعة وخمسين ونص. سبعة وخمسين ألف ونص. الله أكبر. وديت عشرة ثلاثة نضاف برضو بدأ في الرابعة. عشر ثلاثة نضاف ومجد في الرابعة. الله أكبر. عاملة كام يا صاحبي؟ عاملة 49. 49 ألف. الله أكبر. اخر واحده دي اخر واحده دي 10 6. 10 6 بسم الله ما شاء الله. 63.5 حجوم. 63.5 بسم الله ما شاء الله. كسر حي العشر 6 دي كسر جوز. كسر جوز. الله اكبر. معكم حاجه ثانيه يا صاحبي؟ ادينا الرقم 010 010 23 23 15 15 8 0 8 0 4 4 4 4. اللي عايز اي عجميات عشر موجود عندهم يا جماعه. عشاير بتبدا من عشر صغير لعشر كبير عشان لا تنباع على حسك. هتاخد من الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ويصلح حال اللي يشتري منك يا صاحبي بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليه. الله اكبر. تجار نكلة العنب تبع مركز محافظة البحيرة يا جماعة. اللي عايز العجميات البقر العشر ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. حج الشهدي صباحك ابيض. تبعكم دولة؟ الله يبارك لكم ويصلح حالكم يا حج الشهدي. مالكم مال طيب وانتم ناس طيبين. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. الاثنين دول معاهم برضه ولا مع تبعكم؟ مش تبعكم؟ الله يصلح حالكم. تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.